اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي ونجم هذه الفقره النجم الكبير كابتن احمد فوزي. ازيك يا ابو حميد؟ حبيبي يا كابتن اسلام، ازي صحتك؟ انت اخبارك ايه؟ ربنا يعزك. الله يكرمك. الحمد لله زي الفل يا حبيبي، ربنا يكرمك. الحمد لله. شايف الدوري ازاي؟ دايما انا عارف لك اراء مختلفه من يعني البدايه كده. البدايه مش مقلقه قوي، يمكن في الاول خالص، اول اسبوع شفنا على فكره التصوير يعني يعتبر اتحسن كتير جدا 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 عن السنه اللي فاتت او السنين اللي فاتت عامه. تصوير المباريات زود الدقه في احتساب الفاولات، وزود الدقه في احتساب الحاجات اللي الفار بيرجع لها، ودي كانت مشكله عندنا كبيره جدا. وحتى الخطوط، في مشكله لسه في الخطوط بتتعمل يدوي، مش اوتوماتيكالي، ولكن احسن يعني. خلاك انت وانت بتتفرج النهارده في ضربه جزاء لفيوتشر، لو التصوير مش بالدقه دي وبالريزوليوشن العالي ده ما كانتش اتحسبت. دي حاجه. ضربه جزاء الزمالك امبارح اللي كان عليها لغط كبير، اعتقد لو التصوير مش بالجوده دي ما كانش هيبقى فيه اللغط دون عليها. فالتصوير دي حاجه ايجابيه. يمكن الاختصارات الانديه كانت عامله مشكله كبيره جدا، وشايف ان هي كانت قصه واعتقد خلصنا منها على خير. بالنسبه للانديه، بص، في انديه باديه كويس جدا، وفي انديه باديه مش على القدر المأمول. يعني انا شايف ان في بدايات، مثلا فرقه زي الداخليه بدايات هايله جدا النهارده، صحيح خسروا ولكنهم عملوا جيم كبير جدا قدام فرقه كبيره زي فيوتشر. كانوا اتعادلوا، كانوا كسبانين، وبعدين المودرن 2-1. فاعتقد فرقه ماشيه كويس. المصري بدايته مش كويسه. سموحه يعني مش هقول استفاق، لان الماتش اللي فات الجونه خطفت التعادل في اخر دقيقه 97. فاعتقد لا، يعني مكسبه طبيعي. البلديه ابتدى كويس جدا النهارده، طبعا اعتقد النهارده مش يومه خالص. صح خالص. صح. ممكن نقول الاسماعيلي بدايته كانت سيئه، ولكن لسه بدري. زد ماشي. خلي بالك، الفرق اللي طالعه من تحت مش طالعه عشان تنزل، زي ما كل سنه بنقول الفرق اللي صاعده هي اللي هتهبط. لا، انا شايف الحقيقه كويسين، وزد كويسين، والبلديه كويسه يعني. وان هي تجيب ثلاث نقاط من فرقه زي المقاولين، اعتقد في ملعب المقاولين حاجه ايجابيه جدا. احنا بنتكلم على طبعا الاهلي ما شاء الله في حته ثانيه. بدايات بيراميدز عاديه جدا، انه يتعادل مع الزمالك وانه يكسب. صحيح مكسب كان صعب جدا على البنك الاهلي بهدف، ولكن بيراميدز المفترض انه السكواد بتاعه يخليه في حته تانية اكتر من كده. انا شايف انه لسه في البدايات برضو، والمشكله ان احنا في اول الدوري، الفرق اللي بتبتدي قويه مع توالي المباريات وطول الموسم بتقع. صحيح، لان طول الموسم بيزود اللود على اللعيبه، فبيتخلي الناحيه البدنيه عند فتره معينه لو ما فيش تقنين للاحمال، وخاصه من اول شهر 2-3-4 وانت طالع، لو ما فيش تقنين الاحمال بالنسبه للحمل التدريبي، اعتقد بتبقى مشكله بالنسبه للجهاز الفني اللي ماسك الفرقه دي. ادي رقم واحد. العكس صحيح، الفرق اللي بتبتدي سيئه مع توالي المباريات بعد رابع خامس مباراه بيحصل انسجام، لان في لعيبه كتير بتيجي. انت عندك فرق بتمشي 25 وتجيب 25، وفرق بتمشي، انت عارف كويس الكلام ده في الدوري المصري. فلازم بيبقى فيه فترة انسجام، ولازم بيبقى فيه فترة علو في الأداء البدني. شايف ان لسه بدري قوي عشان نحكم، ولكن المؤشرات، انا شايف ان الدوري مش وحش، وبصراحة في قتال لأخد قتال، مش كورة قد ما هي قتال وروح عالية. مش هبان دلوقتي. ماشي. خامس ماتش عشان تعرف. بالظبط كده. صحيح. شايف ان فرقة زي البنك الأهلي بكل اللي جابته دي، جابت لعيبة كبيرة جدا بملايين كتيرة جدا، وفي الآخر المردود ضعيف جدا. بس أنا بالنسبه لي كمان السنه الثانيه على التوالي، خلي بالك، بنفس الطريقه، بنفس الشكل، بنفس البدايات، اكيد في بنفس البدايات السيئه. لان صحيح. السنه اللي فاتت ختموا، ربنا كرمهم، زي الداخليه السنه اللي فاتت ختموا اخر ثلاث مباريات بمكسب. صحيح. البنك السنه اللي فاتت اخر خمس مباريات كسب ثلاثه وتعادل واحد وقعد بالعافيه. صحيح. فاعتقد البنك برضو بداياته غير مبشره. يمكن يكونوا لسه ما فهموش فاسيليوس وطريقه لعبه، لان المدربين اللي بتبتدي تحب تبتدي اللعب من تحت بتبقى عايزه مساحات من الوقت في تحفيز اللعيبه، مساحات كبيره في الوقت شويه، فممكن. صحيح. مع الوقت يتحسن، ولكن الـ اول بصمه ليهم مش ايجابيه، ليست ايجابيه. صحيح. فعشان كده انا شايف برضو البنك فرقه ما عندها اكتر من كده بكتير، وما قدرتش تمشي بالمردود اللي احنا عايزينه. في المجمل العام انا شايف ان الدوري بداياته كويسه، بس مش هيبان بقى ويحلو غير لما يحصل تواصل اكتر، والمباريات تبقى كل خمس ست ايام والحاجات دي، ويبقى في ترتيب للمباريات شويه. نتمنى
ان كل الماتشات تتذاع، لان في ماتشات احنا بنضطر ندور. لا كل الماتشات بتتذاع؟ لا في ماتشات بنضطر ندور لها على ملخص. امبارح مثلا النهارده في امبارح كان في ماتشين في وقت واحد، او ماتش يوم ماتش الزمالك وبيراميدز، كان السموحه كانت بتلاعب الجونه في نفس الميعاد. اوكي. وما كانوش متذاعين مع بعض، فانت غصب عنك كمشاهد بتحب تتفرج، عايز تتفرج هنا وهنا وانت بقى كشغلك وكمحلل بتبقى عايز تتفرج على الفرقه كلها. تشوف صحيح. فاعتقد يعني اتمنى الماتشات كلها، خاصة ان احنا لسه في الاول، في ماتشات مؤجلة كتير، مش كل الفرق هتلعب في نفس المواعيد. مظبوط. فاعتقد ان احنا نعمل لكل مباراة ميعاد يبقى حاجة ثابتة، وكل الماتشات تتذاع، دي هتبقى حاجة ايجابية.